كنظن انه تجاوزنا المرحله الصعبه ودابا لحد الان حنا في المرحله المواليه على هي المرحله الوقائيه ودابا خصنا نجندوا انه المكان البحاره شويه ديال التوعيه والارشاد باش تكون الوقايه الصحيه. وفي هذا الاطار كانت تعليمات ديال السيد الوزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه الغابات وكذلك والي الجهه طبنا هذا اليوم. اليوم غادي يكون ديال اخذ العينات بالنسبه للبحاره ديال قطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي واعالي البحار. العمليه كتمر الحال الان في ظروف جيده وهذا الشيء بفضل التعاون الكبير من غرفه الصيد البحري وكذلك الاخوان الممثلين ديال الجمعيات وديال التعاونيات كلهم كنشكرهم على التنظيم وعلى المشاركه ديالهم الفعاله في انجاح هذه العمليه اللي كدوز الان لحد في احسن ظروف. وصلنا لحد الان هذه الساعه واحد 600 تيست ديال ديبيستاج ديال هاد الكوفيد 19 وان شاء الله يمكن غنجاوزوا اليوم واحد 1000 تيست وغدا ان شاء الله غنكملوا المرحله الثانيه بالنسبه للصيد التقليدي اللي غيكون تكون هي 1000. وكنتمنى انه هذه العمليه تدوز في احسن ظروف بفضل كل الاخوان اللي هما ساعدونا وبخصوصا المديريه ديال الجهويه ديال الصحه اللي هما واقفين معنا وقايمين بواحد المجهود كبير. كنظن ان مدينه طنجه اليوم طلقت فيها العمليه كان هناك اقبال منقطع النظير البحريه كلهم متحمسين وجاو خضعوا لواحد العمليه ديال التحليلات المخبريه. الطاقم الطبي كنشكروه من هذا المنبر على المجهودات اللي كيقوم بها. كنشكروا ايضا الشرطه والقوات المساعده اللي كلهم قاموا بالواجبات. الغرفه قامت من الجهه ديالها من الناحيه التنظيميه واللوجستيكيه وتوفير كل ما يخص الطاقم الطبي. المندوبيه كذلك سهرات على اعداد اللوائح ووفرت الجو التنظيمي ايضا. وكما نعلم ان قطاع الصيد البحري ما توقفش خلال هذه المده كامله منذ الإعلان المغرب عن حالة الطوارئ بسبب هذه الجائحة. فالقطاع استمر في الإنتاج دياله وزود السوق الوطنية بالمنتوجات السمكية. وفي هذا الإطار كنشكروا البحار وكنشكروا المجهزين على التضحيات ديالهم الجسيمة. وباسم رئيس غرفة الصيد البحري نتمنى النجاح لهذه العملية المخبر التحليلات المخبرية وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.